السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، وحدة المراجعة، التدريب الثامن. والآن لنستعرض معاً أهداف الدرس. أهداف الدرس: تحليل الجمل إلى كلمات، قراءة الكلمات وتصنيفها في المكان المناسب، تركيب كلمات مختلفة من الحروف، التعبير عن الصورة بجملة قصيرة. نشاط: أحلل الجمل إلى كلمات: زرنا مركز سلمان، في مركز سلمان أزهار وطيور. لديكم دقيقة واحدة لحل هذا النشاط. بارك الله فيكم يا أبطال. والآن لنستعرض الإجابة معا. التحليل الصحيح للجملة الأولى: زرنا مركز سلمان بهذا الشكل. أحسنتم يا أبطال. التحليل الصحيح للجملة الثانية: في مركز سلمان أزهار وطيور، بهذا الشكل. رائع يا أبطال. أطبق: أقرأ الكلمات الآتية ثم أصنفها بحسب نوعها: أزهار، نزار، عنز، زرافة، زياد، أرز، غزال، كرز. نريد أن نصنف هذه الكلمات في المجموعات الثلاث: لدي إنسان، حيوان، نبات. لديكم ثلاث دقائق لحل هذا النشاط.
ممتاز ممتاز ممتاز، أحسنتم. والآن لنستعرض الإجابة معا. الكلمات في مجموعة إنسان ستكون نزار، زياد. الكلمات في مجموعة حيوان ستكون عنز، زرافة، غزال. أما مجموعة النبات ستكون أزهار، أرز. أستكشف، أنا حرف تكررت في كل الكلمات الآتية، فمن أنا؟ أزهار، نزار، عنز، زرافة، زياد، أرز، غزال، كرز. يا ترى ما هو هذا الحرف؟ لنفكر لنفكر. أحسنتم، رائع، حرف الزاي. أقرأ الناتج وأركبه. لديكم 3 دقائق لحل هذا النشاط. أحسنتم، إجابات رائعة. والآن لنستعرض الإجابات معا. زا نضيف إليها د، ستصبح لدي زاد. زا أضيف إليها ر، أحسنتم، زارة. زا أضيف إليها ن،
رائع، زانة. الآن سا أضيف إليها مي. ممتاز، سامي. دا أضيف إليها ري. داري. قا أضفنا إليها سي. ممتاز، قاسي. أركب الناقصة وأقرأ. مثال: عا أضفنا إليها د أصبحت عادة. الآن لديكم 3 دقائق لحل الأسئلة. أحسنتم يا أبطال، بارك الله فيكم. والآن لنستعرض الإجابات معا. سا أضفنا إليها ر أصبحت سارة. عي أضفنا إليها دون أصبحت عيدون. قا أضفنا إليها ل أصبحت قال. عو أضفنا إليها دون أصبحت عودون. جا أضفنا إليها رون أصبحت جارون. نشاط: أضع الكلمة المناسبة في الفراغ. محمد فراغ في سباق الجري. علي فراغ على العود. اختبأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فراغ ثور. لديكم 2 دقيقة لحل هذا النشاط.
أحسنتم يا أبطال، والآن لنقرأ الجمل. محمد فاز في سباق الجري، علي عزف على العود، اختبأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غار ثور. نشاط أعبر، لدي صورة وأريد أن أعبر عنها بجملة مفيدة، لديكم دقيقتين لحل هذا النشاط. ممتاز، أحسنتم يا أبطال، جمل رائعة ومفيدة، والآن لنستعرض الإجابة معا. ترسم البنت لوحة جميلة. من يحب منكم أن يرسم؟ أنا كذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس، ألقاكم في دروس أخرى.